حياكم الله. لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. قال البنك المركزي العراقي إن هناك إجراءات جديدة تخص بيع وشراء العقارات للحد من عمليات غسيل الأموال التي تستخدم أو تستخدم قطاع العقارات لتنفيذ عملياتها المالية. أقر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي، أقر بأن سوق العقارات يتم استخدامه في غسيل الأموال في العراق، أن البنك المركزي ومجلس مكافحة غسيل الأموال قد اتخذا قرارا بخصوص بيع وشراء العقارات خلال أو من خلال القطاع المصرفي وفق الآلية، ويكون سقف بيع وشراء العقارات 500 مليون دينار. أعلن رئيس جمارك محافظة إيلام سهراب كمري عن خطط لتصدير بضائع بقيمة 3 مليارات دولار إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال هذا العام. ونقلت وكالة مهر عن كمري قوله إن العام الماضي تم تصدير بضائع بقيمة 1,177,119,000 دولار عبر منفذ مهران إلى العراق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار خلال هذا العام. قال معهد الإحصاء التركي إن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال عام 2023 وصل إلى نحو 13 مليار دولار. وذكر المعهد أن الصادرات التركية إلى العراق بلغت 12 مليارا و800 مليون دولار، بما استوردت أنقرة من بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار من المواد خلال العام الماضي، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته خلال السنوات الخمس الماضية في عام 2020، إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 17 مليارا و300 مليون دولار. أظهر مسح اقتصادي أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر وصل الانكماش في شهر نيسان. يأتي ذلك على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في شهر شباط الماضي، إضافة لاتفاق في شهر آذار على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. يواجه الاقتصاد الأمريكي مشكلة من نوع جديد، حيث تقترب أموال الضمان الاجتماعي من النفاذ للمرة الأولى منذ بداية البرنامج بشكله الحالي في الولايات المتحدة. قال أمناء البرنامج إن شيخوخة السكان في الاقتصاد الأكبر في العالم قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة البرنامج، حيث تتراجع النسب التي يتحملها المواطنون من أموال البرنامج، بينما تتكفل الحكومة بتغطية نسب متزايدة. ويعني هذا الخلل أن أموال الضمان الاجتماعي قد تصبح غير كافية لتوفير مزايا التقاعد والعجز الكاملة للأمريكيين بحلول عام 2035. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.